السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدي قناة عالم عزة الصرغينية، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. كنتمنى منكم الاشتراك وجيم، جزاكم الله خيرا باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركة الله، اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله حساء مفيد في هذا البرد، طبيعي وصحي. إلان كما كتشوفوا ها هو حبوب، ان شاء الله مازال غادي نطحنو، اللي غنديرو يطيب فوق النار. حساء إلان او حبوب الدخن، وفي بعض الدول كيسميوه البشنه، كيعالج هشاشه العظام، مفيد لصحه الجسم للصغار والكبار. بسم الله على بركه الله، إلان ها هو طحنتو، غنضيف ليه زيت الزيتون ان شاء الله باش يكون يطيب، والملح على حسب الذوق. بسم الله، غادي نجيب اناء واسع، كندير فيه الا اللي طحنت، كنضيف ليه الماء بارد وكنخلط مزيان على هذا الشكل باش ما يديرش ليا كويرات. غادي نحرك مزيان، غادي نزيد شويه الماء، ها هو تخلط، شفتو خاصك تحركوه مزيان وتخلطوه مزيان باش ما يديرش ليا كويرات. ها هو شفتو تخلط مزيان ما داش كويرات. بسم الله على بركة الله، من بعد ما خلط إلان في الإناء غادي نديرو إن شاء الله يطيب فوق النار مهيلة في طنجرة ديال الطين. غادي نضيف ليه قليل من الماء، منكترش باش يطيب المده اللي عيطت فيها ان شاء الله ربع ساعه، لانه مطحون دغيا كيطيب. غادي نضيف ليه الملح على حسب الخليط، وتبقاو تحركوه مزيان ما تغفلوش عليه. ودابا نغطيه ان شاء الله نخليه يطيب. زيت الزيتون غنديرو حتى يطيب، اللي غنضيف ليه زيت الزيتون. الحساء هو وجد، طاب، غادي نضيف ليه زيت الزيتون ونحرك، نخلط زيت الزيتون مزيان مع الحساء وكنطفي عليه النار من بعد ما طاب. ها هو عقد وزوين، كنتمنى الصحه للجميع. بسم الله على بركه الله، الحساء ديال الإلان ها هو وجد كما كتشوفوا، مرفوق بالتمر، نقدروا نفطروا به في الصباح او في الليل تعشاو به. هو جا عاقد وزوين، اللي بغى يضيف ليه الحليب يضيف، انا درته بلا حليب. كنضيفوا زيت الزيتون للحساء ديال الإلان وكنتناولوه سخون، وبالصحه والراحه الجميع. الحساء ديال الإلان مفيد لينا بزاف هاد البرد، مفيد لهشاشه العظام، الناس اللي كيعانيو من هشاشه العظام، للصغار والكبار، وحتى الناس اللي كيتصابوا بالكسور. الله يحفظنا ويحفظكم، كيديروا حساء وكيشربوه لان كيجبر العظم اللي كيتهرس. كنتمنى الشفاء للجميع والله يحفظ الجميع. كنتمنى من الله حتى نتوما تجربوه وديروه، راه مفيد لصحه الجسم ديالنا والعظام، وبالصحه والراحه للجميع. وكنتمنى القاكم في وصفات اخرى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ارجو منكم الاشتراك ولايك، جزاكم الله خيرا، والى الملتقى باذن الله.